السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نعمل مراجعة سريعة للشابتر الثاني سيلز اند تيشوز ونحكي عن أهم النقاط في هذا الشابتر. بداية حكينا إنه الخلايا أو الخلية بتقوم كاري أوت بكل كيميكال أكتيفيتي اللي ضرورية عشان تضل على قيد الحياة. الخلايا هي البلدنج بلوك في كل إشي في جسمنا، هي وحدة البناء. الأنسجة عبارة عن جروب من الخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة. ما قال لي تشريح الخلية، الخلايا هي مش نفس الإشي، يعني not all the same. كل الخلايا بتشارك في الجنرال استراكشر، التركيبة العامة، لكن الوظيفة بتختلف احيانا والشكل بيختلف. السيلز اورجانيز ان 3 مين، الخلية شكلها بشكل عام، يعني لها الخلية عبارة عن النيوكلاس نوا او سيتوبلازم وبلازما ممبرين. نوا وسيتوبلازم وبلازما ممبرين بتقدر تجي لي فيهم واحدة واحدة. عندنا على النيوكلاس سانا خلصنا منها، بقول لي انه عندنا النيوكلاس النواة، هي بتتحكم في الخلية وفيها الدي ان اي. تنقسم النواة لثلاث اقسام، فيها نوية من جوا، وفيها كرومات اللي هو النيوكلاس ممبرين، هذا غشاء، هاي النيوكلاس، وفي عندها النيوكلاس ممبرين، وفي عندنا الكروماتين. الكروماتين هي يعني تشبه زي كانها السيتوبلازم في الخلية نفسها، فانا بحكي عن كروماتين وعنا نوية وعنا اللي هي هذه هي النواة أصلا. النيوكلير ميمبرين هذا قلنا هو إيش بيعمل، هو بيرير، حاجز أوف النيوكليوس، حاجز لمحتويات النواة من الداخل، وبتكون غشائها من دبل فوسفوليبيد ميمبرين، وهذه فيها إيش، فيها بعض البورس الفتحات عشان تسمح لتبادل المواد مع باقي الخلية. النيوكلاي هنا النويات، قال النويات تانا تحتوي على one or more نيوكلاي، الأنوية تحتوي على one or more إيش نيوكلاي. السايت أوف هي موقع تصنيف من الرايبوزوم، موقع وهي سايت فور بروتين سينثيسيس، موقع تصنيف من البروتين. الكروماتين بتكون من دي ان اي والبروتين، تتكون من الدي ان اي والبروتين. وقال لي اهم شيء انه هي الكروماتين كوندنسز، بتتكثف عشان تصنع الكروموسوم اللي هو بيخلي الخليه تنقسم. الكروماتين بتكثف عشان يخلي الكروموسومات عندما تنقسم الخليه. اما البلازما ممبرين الغشاء تبع الخليه نفسها، قال لي هو حاجز محتويات الخليه، متكون من دبل فوسفوليبيد لاير، وبيحتوي على بروتين كوليسترول وجليسرول. الصوره بدنا شيء يعني نيجي على البلازما ممبرين سبيشاليزيشن. قال لي البلازما ممبرين فيها مايكروفلاي، وقلنا هي عباره عن فينجر لايك بروجكشن، بتزود مساحه سطح الامتصاص. اما الممبرين جانكشن كمان، هذه عباره عن وسط الغشاء، في عندنا تايت جانكشن وديس موسموزز جانكشن وجاب جانكشن، هدول يعني وصلات انواع الممبرين جانكشن الموجوده في البلازما ممبرين. السيتوبلازم قال لي في يعني فيها مواد اوتسايد ذا نيوكلاس، يعني هي السيتوبلازم هذا هي مواد خارج النواه وداخل البلازما ممبرين. فيها السيستول هذا محلول، هي فلويد بيعلق العناصر. الاورجانيلز في عنا هاي الميتابوليك، وفي عنا انكلوجن نون فانكشن يونت، هي مالهاش اي ايش اي وظيفه. وهذه هي بشكل عام الاورجانيلز، وهنحكي عنهم واحده واحده. اول اورجانز عندنا الريبوزوم، اهم شيء تعرف انه هو ايش، موقع تصنيع البروتين. اثنين عندنا الاندوبلازميك ايش ريتيكولم، هذا عباره عن قنيات تيوبولز فور كيرينج، بتحمل المواد، قنيات تحمل المواد من جزء الاخر. بعد قال لي الجوجل جولجاي ايش ابيرتاس، هذا جهاز جولجي ايش بيعمل، موديفاي اند باكج للبروتين، بيعدل وبكت البروتين، طيب بعدلهم وحطهم زي باكيت تيكا، وبعدين ايش بينقلهم من مكان الى اخر. طيب في عندنا كمان اللايزوزيم، هذا اجسام حاله، هاي بتعمل ايش، بتحتوي على انزيمات تعمل دايجست، بتهضم النون ايش يوزابل ماتيريال. بيروكسوزم هذا البيروكسيزوم، هذا البيروكسيزوم بيعمل ديتوكسيفاي، ازاله سموم للمواد الهارمفول المؤذيه. الميتوكوندريا هي الباور هاوس اوف سيل، هي مصدر مكان انتاج الطاقه في الخليه، الميتوكوندريا. السيستو سكيلتون، سيتو
سكيلتون هذا هيكل الخلية، هذا بيعمل لك ايش؟ بروفايد السيل انترنال فريم ورك، بيعطيها اطار داخل الخلية اسمه سيتو سكيلتون. في عندنا في اشي اسمه كمان بعد، يعني هي سيتو سكيلتون هي الخلايا البنشية، سنتريولز. السنتريولز هذا قلنا اجسام ضرورية اثناء انقسام الخلايا during cell division، وقلنا الخلايا العصبية تفتقر للسنتريون عشان ما تنقسمش. طيب نيجي للسيلولار بروجكشن اللي هي البروزات على الخلايا، هذه نطفة مش موجودة في كل الخلايا وتستخدم للحركة. السلاي بتحرك المواد على طول على سطح يعني الجسم، اما الفلاج يولام تدفع الخلية، بروبل ذا سيل تدفع الخلية. وهذا يعني اشكال الها ما بدنا اياهم، اشكال الخلايا كيف بتكون اشكال الخلايا، مش يعني هو فقط للاطلاع. السيلولار فيسيولوجي او الممبرين ترانسبورت، قال لي الممبرين ترانسبورت غشاء نقل، قال لي ايش يعني غشاء نقل؟ موفمنت اوف سبستانس، نقل المواد انتو اند اوت ذا سيل، بنقل المواد داخل خارج الخليه. الترانسبورت بيصير بشغلتين، قلنا باسيف واكتيف. الباسيف ترانسبورت بدوش طاقه سلبي، اما الاكتيف ترانسبورت السيل بدها ميتابوليك بدها طاقه عشان تنقل المواد داخل خارج الخلية. قلنا السوليوشن المحلول عبارة عن هوموجينس ميكستر، خليط متجانس من اثنين او اكثر من المكونات. قال السولفنت اللي هو المذيب، زي هو dissolving medium زي الماء، والسوليوت هو المذاب، component in similar quantities within solution. انتراسيلولار فلويد هي المواد داخل او السائل داخل الخلية، اما الانترستيشيال فلويد هي الفلويد موجودة خارج الخلية. السيلكتيف فيرنابيليتي نفاذية اختيارية، انه البلازما ممبرين بيخلي الخلية بسمح لها بمرور بعض المواد وبعض المواد الاخرى ما بسمح لها بالمرور. فالفيرنابيليتي ايضا تتضمن حركة المواد داخل وخارج الخلية، هذا الغشاء بتحكم مين يدخل ومين ما يدخلش. طب نيجي للباسيف والاكتيف ترانسبورت. الباسيف قلنا الديفيوجن هو الانتشار، نقل المواد من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، من التركيز العالي للتركيز المنخفض. وفي له في عندنا سيمبل ديفيوجن واوزموتيك، هي تاع الماء وفاسيليتد. سيمبل ديفيوجن هذا زي مين قال السيمبل ديفيوجن؟ قال السيمبل ديفيوجن بتكون يعني المواد هذه اما صغيره او بتكون هي اصلا بتذوب في الدهون وبتدخل على طول، اما الاوزموتيك هذا ضغط الاسموز للماء لنقل الماء. الفاسيليتد ديفيوجن بتكون يعني مواد بدها نقل بروتين كارير ولكنها يعني ايش؟ بدون طاقه. تمام. اما والنوع الثاني بدي الديفيوجن عندنا الفلتريشن الترشيح، انه الووتر ايضا تنتقل من، لازم يكون بريشر جريدينت فرق ضغط، بنتقل من الهاي كونسنتريشن او الهاي بريشر لللو بريشر، من الضغط العالي للضغط المنخفض. هناك في الديفيوجن من تركيز عالي لتركيز منخفض، اما في الفلتريشن من ضغط عالي لضغط منخفض. اما الاكتيف ترانسبورت بنقل المواد من خلال ايش؟ المواد اللي ما بتنتقل بالاكتيف في الديفيوجن او بالفلتريشن هنقلها بالاكتيف. ليش بنقلهاش بالباسيف؟ ممكن تكون كبيره او بتذوبش في الدهون او هي يعني ما بتتحرك عكس يعني من تركيز عالي لمنخفض او من ضغط عالي لمنخفض. فينا نوعين للاكتيف، عندنا سوليوت بامبينج وبالك ترانسبورت. سوليوت بامبينج وبالك ترانسبورت. السوليوت بامبينج هذا مضغط المذيبات، هذا زي الصم شوجرز بتنقلها بدها ايش؟ بدها طاقه. الاي تي بي تتطلب عشان نقل البروتين هذا يحمل المواد عكس التيار against concentration، وهذه هي زي نقلنا الصوديوم والبوتاسيوم، هذا مثال على مين؟ على الاكتيف ترانسبورت. البلك ترانسبورت اللي هو من الاكتيف، في عندنا اكسو سايتوسيس وفي عندنا اندو سايتوسيس. الاكسو سايتوسيس موف ماتيريال اوت ذا سيل، اكسو خارج، لكن الاندو سايتوسيس بينقل المواد. الاندو سايتوسيس الاكسترا سيلولار سبستانس engulfed by being enclosed material أو visible، يعني إنه بتدخل داخل الخلية. الإكسو بتطلع خارج الخلية، عملية إخراج المواد الكبيرة بدها طاقة. أما الإندوسيتوسيس هنا إنه الإكسترا سيليو سبستانس، المواد خارج الخلية بتدخل على الخلية من خلال يعني حويصلة. في عنا أنواع الإندوسيتوس، في عنا فاجوسايت وباينوسايت. الفاجوسايت ابتلاع أكل سيل ايتينج، بينما الباين او البينوسايتوسيس هذا سيل درينكينج، بيشربها شرب بداخلها داخل الخليه عن طريق مين؟ اما يا الشرب يا إيه، لكن لو كان سائل درينكينج ولو كان يعني صلب بكون ايتينج. طيب بعد كده نيجي للسيل لايف سايكل. قلنا دوره حياه الخليه، في عندنا الانترفيس وعندنا السيل ديفيجن. انترفيس يعني الخليه ايش هتكون الخليه؟ يا في حاله انقسام يا بين انقسامين، تمام؟ ففي بين انقسامين تنمو الخلية وبتصير السيل بتحمل الميتابوليك بروسيس وبتتضاعف.
اما في السبديفيجن الخليه ريبليكيت بتضاعف نفسها، وعشان تعطيك ايش؟ عشان تعطيك سيل جروث اند ريبير، تعطيك خلايا جديده وتصلح الخلايا. فاذا دور حاله الخليه يا انترفيس يا سيل ديفيجن، يا في انقسام يا بين انقسامين، وهذا هو الدي ان اي ريبليكيشن. بتضاعف السلسله، بتضاعف ثنتين، وبتصير كل واحده بتتعامل كانها تمبليت، يعني كسلسله منعزله. وهذا الجينيتك ماتيريال بتجهز الخلية للانقسام عشان تعطيك خلايا جديدة. ايش الايفنت لانقسام للسيل ديفيجن؟ في عندنا مايتوسيس وعندنا سايتوكاينيز. المايتوسيس هذا بيعمل انقسام للنيوكليوس، انقسام للنواة، والنتيجة عندك بيعطيك تو دوتر نيوكلاي، نوية، يعني بيعطيك نواتين. بينما السيتوكاينيز هذا انقسام للسيتوبلازم، بينقسم وبيبدا تقريبا بعد ما ينتهي الميتوسيس، والنتج عندك تو دوتر اوف سيل. هنا اعطاني تو دوتر اوف نيوكلاي، هنا اعطاني تو دوتر اوف سيل. فانقسام الميتوسيس بيعطيك نويتين، نواتين، اما انقسام السيتوكاينيز بيعطيك خليتين. طيب بعد قال لي في عندنا الستيج اوف ميتوسيس، يعني هذا مش رح يفصلكم منه، لكن نعرف انه في عندنا ميوسيس انقسام اختزالي، هو انقسام الخلايا الجنسيه، اما الميتوسيس انقسام متساوي في الخلايا الجسديه. طيب بعد ذلك نيجي احنا للبادي، بدنا ننقل على البادي تيشو، البادي تيشوز انسجه الجسم. قال لي في ان التيشوز عباره عن، قلنا ايش؟ السيل هي متخصصه في وظائف معينه، الانسجه عباره عن جروب من النسيج، عباره عن جروب من الخلايا سيميلر في الاستراكشر، تتشاف التركيب اند فانكشن والوظيفة. عندنا اربع برايمري تايب للتشو، عندنا ابيثيليوم تشو، كونكتيف تشو، ونيرفس تشو، وماسل. ابيثيليال اللي هي قلنا هذه نسيج طلائي، وعندنا كونكتيف ضام، ونيرفس عصبي، ومصل عضلي. طيب نيجي على الابيثيليال النوع الاول، قال لي هذا موجود في اماكن مختلفه في البادي كفرنج، بادي لايننج، والجلاندولار تشو. وظيفه الابيثيليال تشو بروتكشن، حمايه، ابزوربشن امتصاص، فلتريشن ترشيح، وسكريشن تعمل افراز. طيب قال لي الابيثيليال ايش خصائصها؟ انه قال لي هذه هي ايش؟ بتكون كلوزلي توجذر، دائما مع بعض، وانها اي فاسكولار، بيوصلهاش بلاد سبلاي الها، ما بيوصلها بلاد سبلاي، هذا اهم شيء انه بيوصلهاش بلاد سبلاي. طيب بعد قال لي هنا انه تصنيف الابيثيليال ايش؟ بصنفها انا قسمين، اما حسب الشكل او حسب عدد الخلايا. حسب تصنيف الابيثيليال ايش؟ حسب النمبر اوف سيل، عندنا اما سمبل ستريفايد، السمبل يعني وان لاير، طبقه واحده من الخلايا، اما الستريفايد مور ذان وان لاير، عده طبقات من الخلايا. تصنيفها حسب الشكل، في عندنا سكويماس حرشوفيه او بسموها هي الفلات اند مفلطحه، وفي عندنا كيوبويدال اللي هي المكعبه من كب جايه، كب شيب مكعب الشكل، وفي عندنا كولمانر اللي هو كولمان لايك اللي هو مثل العمود، يعني هي طبقه، ولكن ايش؟ في عندنا سكويماس حرشوفيه، وفي عندنا مكعبه، وعندنا ايش؟ طوليه زي العمود. طيب نيجي جيت بدي اجي لك اقول لك سمبل سكويماس، سمبل سكويماس يعني سمبل يعني خليه طبقه واحده، سكويماس يقول لك ايش؟ حرشوفيه، فهي سنجل لاير اوف سيل موجوده في الاوفري. سمبل كيوبويدال هذا خليه واحده هتكون طوليه، سمبل كيوبويدال سنجل لاير ايش؟ كب لايك سيل، وتوجد هذا تغطي يعني الدايجستيف، لا سمبل كيوبويدال هنا سنجل لاير اوف كاب لايك سيل وموجوده في الاوفري، بينما السمبل كولمانر هذا سنجل لاير طبقه واحده لانه سمبل، وكولمانر يعني طوليه، تول سيل طوليه موجوده في الدايجستيف اتراك. عندنا سيدو ستريفايد هي من ضمن السمبل، ولكن قال لك هي طبقه واحده سمبل، ولكن ليش قاموها؟ قال لك هي متعددة الطبقات كاذبة، انه هي طبقة واحدة، ولكن المشكلة وين؟ انه في عندك خلية اقصر من خلية، فبتحس كأنه هي متعددة الطبقات، هي سنجل لاير but some cell are shorter than other، تمام؟ موجودة في الجهاز التنفسي، موجودة في الجهاز التنفسي. طيب بعد ذلك ندخل على الستريفايد، فينا الستريفايد سكويموس اللي هذه الخلايا اللي على السطح بتكون ايش؟ مفروضه يعني اكثر، هي اكثر خلايا بتتحمل الاحتكاك، موجوده في الاماكن اللي فيها احتكاك زي السكن، الماوث، الاسوفيجس، المذي. طيب اما الباقي هذا يعني مش مطلوب. في عندنا هنا الترانزيشنال ايبيثيليوم المتحوله، هذه الخلايا تعتمد على كميه الشد اللي عليها،
بتطول وبتقصر. قال لي lines organ بتغطي الأعضاء on the urinary system في الجهاز البولي. فنوع الأنسجة أو الخلايا في الجهاز البولي هي stratified epithelium، لانها يعني بتتغير شكلها حسب الشد اللي عليها. اما الجلانديولار ايبيثيليوم، الجلاند ايش يعني جلاند؟ هي one or more cell، خليه او اكثر، ذات سكريت بتفرز بارتيكولار برودكت، منتج مفيد. عندنا نوعين من الغدد، في عندنا اندوكراين واكسوكراين. اندوكراين يعني غده افرازها يعني داخلي، بكون افرازها بكون داخلي، اما اكسوكراين افرازها بكون خارجي. الاندوكراين عندك داكتلس ما لهاش قنوات وبتكون نفريز تفرز هرمونات، بينما الاكسوكراين هي الها داكت الها قنوات و انكلود السويت والاولي جلاند، غدد اللعاب وغدد عفوا العرق وغدد الزيتيه. هذه فينا قلنا الميكس جلاند عباره عن اندو واكسو كراين، يعني في نفس الوقت الها بتطلع هرمونات داخليه واشياء خارجيه زي مين؟ البنكرياس والتستس والاوفري. كيف طيب؟ التستس بتطلع السبرم الحيوان المنوي على الخارج القنوات وبطلع خارج الجسم لبرا من خلال الهواء القضيب. طيب كيف بكون اندوكراين؟ اللي هو بطلع اللي هو الهرمونات الجنسيه زي التستوستيرون وما الى ذلك. البنكرياس بطلع الانسولين بدون قنوات، بينما بيساعد في الهضم بطلع اللي هو اللايبيز والانزيمات الهضم، هذا لها قنوات. فاذا في ايش يعني اذا البنكرياس والقنوات بيساعد في الهضم هو بكون شغل اكسوكراين، بطلع هرمونات ما لهاش قنوات هو بكون اندوكراين. فالميكس جلاند هم البنكرياس والتستس والاوفري، بنكرياس وتستس اوفر. نيجي لكم نكتب تشو نسيج الضام، هذا اللي موجود في everywhere in the body في كل الجسم، وهو اكثر هو الموست اباوندنت اكثر نسيج في الجسم. وظيفته باينز بيربط اللي هو التشو مع بعض، سبورت بدا من الجسم، بروفايد بروتكشن بيعمل حمايه وبيخليك ابيليتي للابزورب اكبر كميه من الماء. هذا وظيفه الكونكتيف تشو. الكونكتيف تشو اكثر نسيج موجود في الجسم. خصائصه عندك كان فاريشن ان بادي سبلاي بيختلف حسب امدادات الدم. في قال لك موست كونكتيف تشو اغلب الانسجه الضامه بوصلها والفازكولات يعني بوصلها الدم كويس، لكن التندون والليجمنت الاوتار والاربطه بور بلاد سبلاي دم بوصلها ضعيف، بينما الكارتليج الغضاريف اي فازكولات بوصلهاش دم اصلا. الكونكتيف تشو مصنوعه من الديفرنت تايب اوف سيل، انواع مختلفه من الخلايا. وقال فيها نون لايفنج سبستانس ذات سيرام بتحيط الخليه هي الاكس بسموها الماتريكس. تمام، الماتريكس هي ماده غير حيه تحيط بالخلايا الحيه. الماتريكس او الماتريكس هي المصفوفه، قال هي يتم انتاجها من قبل خلايا الانسجه الكونكتيف تيشو. وقال لي هي في عندنا 3 تايب من الفايبر، عندنا الكولاجين والاستيك والريتيكولر. الكولاجين بيعطيك قوه قويه والالاستيك بيعطيها مرونه، والريتيكولر هذا تكون عباره عن انسجه او الياف شبكيه. الكولاجين لونها وايت ابيض، الالاستيك لونها اصفر، والريتيكولار فاين كولاجين، هي كولاجين ايش؟ فاين رقيقه شبكيه بتكون. طيب انواع الكونكتيف تيشو قال لك انا في عندك انواع لها، في عندنا قال لي فروم موست ريجيد من الاصلب يعني اصلب او اقوى نسيج كونكتيف ضام الى اضعف واحد. البون هو اصلب نسيج هو الموست ريجيد، بعديه اقل صلابه هو الكارتليج، ثم اقل منه الدنس كونكتيف تيشو، ثم اقل منه اللوس كونكتيف تيشو، ثم اضعف نسيج اللي هو السوفت كونكتيف تيشو هو البلاد. اعرف لانه الدم او العظم هو اصلب نسيج والدم هو اطرى نسيج كونكتيف تيشو. بعدين قال لي عندك 3 كايند اوف لوس كونكتيف تيشو اللي هم الايرولار والاديبوز والريتيكولار، هم الثلاث انواع للوس كونكتيف تيشو. اللوس والباقي هذا يعني الصور فقط لانواع الخلايا اللي قلنا عنهم هم من اللوس كونكتيف تيشو. طيب بعدك بدي اجيك على اللي هو الدنس كونكتيف تيشو، او يعني نحكي عن المين هذه اللي هي الدنس كونكتيف تيشو. الدنس كونكتيف تيشو قلنا التندون بضبط المصل مع البون، عضله مع عظم، لكن اللقمه الاربطه بضبط العظام مع العظام. تمام، الطبقه الثانيه من الجلد بسموها الديرمز، الطبقه الثانيه من الجلد، وعندنا يعني تحتوي على الالياف قوه الفايبر الكولاجين والفايبر كلام عام. اهم شيء انه التندون بضبط مصل مع بون، واللقمه بتضبط كونكتيف تيشو بون بون مع بون. طيب الكاتلج الغضاريف اهم شيء انه هي اقل صلابه من العظم. ليس هارد
and more flexible، أقل صلابة وأكثر مرونة من العظم، وهي avascular الغضاريف، لا يصلها دم. طيب الهيالين، هذا الكلام بقى يعني الصور بدناش إياه، يعني للاطلاع فقط، للاطلاع فقط. نيجي على البون او بسموه الاوسياس. البون هذا قلنا هو الاصلب كونكتيف تيشو، الماتيور بون سيل بسموها الاوسيو بلاست، الاماتيور الغير ناضجه، الخليه الام امهات العظم بسموها اوسيو بلاست. اما الماتيور بون سيل الناضجه بسموها اوستيو سايت، خليه عظم. بس اهم شغلتين فيهم، بالباقي هناخذه في شابتر العظم بالتفصيل. بعد كان هاي الصور للبون كيف بكون. البلد قلنا هو ايش انا، هو السوفت كونكتيف تيشو، هو اطرى نسيج ضام. طيب البلد كومبوزيشن يعني هذا هناخذ بشابتر الدم، بشابتر 2 في تشريح 2. المصل تيشو، النسيج العضلي، قلنا المصل تيشو very important، المصل تيشو مهمه. المصل بشكل عام تعطيك موفمنت، حركه، تحافظ على البوستشر، تعطيك سبورت للسوفت تيشو، تعمل يعني تتحكم في الفتحات في الجسم، وبتحافظ على البادي تمبريتشر. في عندي انواع للمصل، في عندي سكيليتال وسموث وكاردياك. تمام، السكيليتال هيها، الكاردياك هيها، كاردياك مصل مخططه واسطوانيه وفيها خليه واحده في النص. المصل هنا السكيليتال هي ايضا مخططه واسطوانيه، ولكن ايش تحتوي على اكثر من نواه، انويه طرفيه. السموث مصل هذه هي مدبدبه الطرفين، لها اطراف مدبدبه ونواه واحده في النص، وهي مش مخططه. وفي هنا جدول، هنا هو اللي يعني بوضح لي او بفرق لي بينهم كلهم. وقلنا ايش يعني، في عندك اهم شيء بين السكيليتال والكاردياك والسموث، وين موجوده انواع الخلايا. طبعا التحكم فيها السكليتال فولنتري، تتحكم انا فيها، اما الكاردك ان فولنتري ما تحكمش فيها، والسموث هي ايضا ان فولنتري. وقلنا عمال عن الشيب كيف شكلهم. نمبر اوف نيوكلاي، في السكليتال عده نويات ماني، اما في الكاردك واحده او تنتين، في السموث عندنا بس واحده. في يمكن اهم شيء كمان انه مكان النيوكلاي في السكليتال بتكون بضفره طرفيه، في الكاردك بتكون ايضا سنترال، وفي السموث بتكون سنتر. السرعه العضلات اقوى شيء، الكاردك اقل منها والسموث اقل واحده، فابطا واحده السموث، بعدها بيجي اسرع الكاردك، اسرع واحده هي السكلتل، هي المصربة هي السكلتل. تحمل التعب السكلتل اقل تحمل، والكاردك انترميديت متوسطه، والسموث هي ايش يعني تتحمل اكثر شيء التعب، تتحمل اكثر شيء التعب. اما النيورال تيشو، الانسجه العصبيه، هي بترسل اشارات لكل الجسم من خلال الكتريكال امبلس، اللي بتحكم فيه الاعصاب في الجسم ككل، البرين والسباينال كود. النيورون هو وحده بناء اساسيه في الجهاز العصبي. النيورون هاي قلنا هنا تعرف لانه هذا الاكسون هو المحور، هذا السوما هو البادي تبع النيورون، وهذا الدنترايس هو بيستقبل المعلومات، هذا الاكسون تيرمينال هو بيعطي المعلومات لخليه اخرى. فهذا عندك بيستقبل الدنترايتس، هيها ريسيف انفورميشن، مستقبل المعلومات، بوديها على البادي اللي هو السوما النيورون سيل بادي، ثم بيحملها مين، الاكسون، هي كذا بيحمل الانفورميشن، بعدين بتيجي على الاكسون تيرمينال بيرسل المعلومات لخليه مجاور او عند خليه اخرى. طيب في عندنا التشو ريبيرين، قلنا في عندنا ريجنريشن وعندنا فايبروسس. الري اما بيصير التئام الجروح بالريجنريشن، يعني الخلايا المصابه بيتم تصليحها من خلال سيم تايب اوف سيل، نفس انواع الخلايا، هذا في حال كان يعني التئام 100%. لكن لو صار فايبروسس، انه الون بيتم تصليحه بسكار تيشو، خاصه لما يكون انا عندي فقد لكثير من الخلايا، فالجسم بيضطر يحط اي نوع من الخلايا انواع متعدده عشان يسكر المكان. هاي السكار تيشو اذا هي عباره عن ايش، عن فايبرس، يعني ريجنريشن من فايبرس، بينما الريجنريشن بكون من السيم تايب، اما الفايبرس من سكار تيشو. اول اثنين بكون عندك ريجنريشن وفايبرس. اللي بثيليا الان كونكتيف تيشو بتكون على الاغلب ريجنريشن ويل فيها، بينما الكاردياك سيل الماتيور والنيرفس بتكون رابيد فايبروس. وقلنا انه الاعصاب بتفتقر لمين، للسنتريون، اللي هو هذا السنتريون اللي كان بخلايا تنقسم، فبتشبه كل الخلايا العصبيه، بتشبه كل اعصاب كل خلايا الجسم، لكن تفتقر للسنتريون تبع الانقسام. الديفلوبمنت اسبكت، انه قلنا النمو من خلال انقسام الخلايا بيستمر لعن اللي بيبث البلوغ. بعدك السيل بتتعرض، الخلايا المعرضه للفريكشن الاحتكاك بتتغير على مدار الحياه. الكونكتيف تيشو بتضل تنقسم ميتوتك وتصلح حالها، تبقى يعني. اما المصل تيشو بتصير ما تنقسمش في نهايه البلوغ، والنيرفس تيشو بتصير ما تنقسمش
فترة قصيرة بعد مين؟ بعد الولادة. الشرط يخلص. الله يعطيكم ألف عافية، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.